أنا وداد البرغوثي، أما الأسير قسام البرغوثي اللي هو يعني من 7 شهور في السجن، حاليا في سجن نفحة. قبلها قضى فترة في تحقيق المسكوبية وفي مراكز تحقيق أخرى وفي عوفر، وحاليا هو بانتظار المحاكمة. طبعا قسام كان طالب إعلام، تخرج يعني في قبل اعتقاله بأيام أو بفترة قصيرة جدا كان تخرجه، حتى حفلة التخرج نفسه يعني صار بعد اعتقاله. يعني بدون شك هدم البيت وجع وجع مش سهل إنه الواحد يعبر عنه، لأنه يعني بيت بتعيشي فيه ما يقارب ربع قرن، وقبل ربع القرن انت بتعرفي سنين طويلة كونه الوالد والوالدة والعيلة عاشت فيه. فإذا يعني كل سنتيمتر في البيت بيعني ذكرى، بيعني قصة، بيعني ألم، بيعني فرحة، بيعني ذكريات. فكل هذه الأشياء يعني كأنها بدهم يهدموها مرة واحدة يعني بهدم البيت. وأنا صدقا يعني هي صار لنا 3 أشهر طالعين من البيت، حتى هذه اللحظة يعني شفته مرتين، لأنه بحس إني بقدرش أشوفه. يعني المرة الأولى امبارح لما أجوا صحفيين برضو جيت معهم، واليوم فقط، ما عدا ذلك ما بقدر أشوفه. فهو مثل ما قلنا وجع وألم، ولكن في النهاية لأنه إحنا بشر يعني مش ناس مجردين من العواطف، ناس إلنا تاريخنا وإلنا جغرافيتنا وإلنا انتمائنا وإلنا مشاعرنا وأحاسيسنا، بس مع ذلك هذه جزء من اهتمامنا في قضيتنا، جزء من وطنيتنا يعني. وبالتالي بنقول إنه مهما كان هذا القرار الجائر، هذا ما بيزيدنا إلا تمسك في حقنا. طبعا قرار الهدم بدون شك هو قرار جائر، قرار بندرج تحت السياسة الإسرائيلية اللي هي مسألة العقوبات الجماعية أو الانتقام، خلينا نقول العقوبات الانتقامية، اللي ما بفرق بين إنه هذا البيت لحدا مثلا تعب فيه، لحدا ارتبط في حياته ذكرياته. يعني في النهاية هذا احتلال ما بنتوقع منه، وبشوف انه حتى من الخطأ ان يتوقع الواحد من الاحتلال اي شيء ايجابي، هو احتلال في النهاية. لكن في كافة الاحوال بنقول انه يعني هذه العقوبة هم بهدفوا اول على اخر انهم يهزوا معنويات الناس، يزعزعوا ثقتهم، يزعزعوا ايمانهم بقضيتهم. وهذا بنقول لهم انه مش راح يحصل، لأنه في النهاية يعني ما يمارسونه في حقنا وفي حق شعبنا من هدم بيوت وغيره، هذا بعزز قناعتنا وبعزز إيماننا وثقتنا المطلقة بأنه حقنا أول على آخر راح يرجع لنا مهما طال أمد الاحتلال. رسالتي للاحتلال، وهي العبارة اللي حاكموني عليها، أنه حتما زائل.